بسم الله الرحمن الرحيم. نواصل إن شاء الله في محاضرات عن Women's Health Gynecological Obstetric Disorders. ومحاضرة اليوم نتكلم إن شاء الله عن Contraception، موانع الحمل. مثل ما بنلاحظ في الصورة عندنا Several Methods for Contraception، سواء كانت الأورال contraception او النون اورال هرمونال contraception او النون فارماكولوجيكال contraception methods. نتكلم ان شاء الله عن multiple objectives in this lecture، ونبدا نتكلم بشكل بريف مختصر عن الفيزيولوجي of female reproductive system، نقارن كذلك ال efficacy of oral contraceptive مع ال other methods of contraception. بدنا نوضح الميكانيزم اوف اكشن للهرمونال كونتراسيبتيفز، نتكلم كذلك عن الريسك المصاحبه لاستخدام الكونتراسيبتيف، ونوضح كذلك الابسولوت كونترا اندكيشنز. في عندنا ابسولوت كونترا اندكيشنز وريليتيف كونترا اندكيشنز، موانع استخدام مطلقه وموانع استخدام نسبيه لاستخدام الأورال الكونتراسيب. كذلك نوضح السايد افكتس، الآثار الجانبية المصاحبة لاستخدام الفيريوس كونتراسيبتيفز، وما هي الاستراتيجيات المتبعة للتقليل أو لإزالة السايد افكتس، الآثار الجانبية. كذلك بنصف أو نوضح الادفانتيز اند ديسادفانتيز، المميزات ومساوئ الفيريوس كونتراسيبتيفز المتضمنه الاورال اند نون اورال فورميوليشنز من الكونتراسيبتيفز. كونتراسيبشن، موانع الاستخدام، هي الطرق المستخدمه لمنع الحمل، بريفنشن اوف بريجننسي، بعد السكشوال انتركورس، الاتصال الجنسي. تتم هذه الطريقة اللي هي موانع الاستخدام أو منع الحمل إما بتثبيط الاسبيرم الحيوان المنوي from reaching immature ovum، عن الوصول إلى البويضة الناضجة، أو منع البيضة المخصبة والبيضة المخصبة من أن تنغرس أو تنغرز أو تنزرع في بطانة الرحم. المنستروال سايكل، الدورة الشهرية، متوسط بيكون 28 يوم، يتراوح بين 21 يوم إلى 40 يوم، يعني إما أن تكون الدورة قصيرة وتأتي كل 21 يوم، أو أن تكون مدتها طويلة وتأتي إلى حدود 40 يوم. المنسترول سايكل، الدورة الشهرية، تتضمن أطوار أو مراحل. أول طور اللي هو الفوليكولار فيز، الفوليكولار فيز والمشار إليه هنا، والذي يبدأ من اليوم الثامن إلى اليوم الثالث عشر. الفوليكولار فيز أو نسميه فيرتايل فيز. الطور الثاني أوفيوليشن، اللي هي التبويض، هذا مرحلة الجراب، تكوين الجراب، وهنا مرحلة التبويض أو الإباضة ovulation، وهو يوم واحد في اليوم الرابع عشر. يوم الإباضة هو اليوم الرابع عشر من بداية الدورة. الطور الثالث هو luteal phase، luteal phase من اليوم الخامس عشر إلى اليوم الثمانية والعشرين، وهو أطول الأطوار مدة، من اليوم الخامس عشر إلى اليوم الثمانية والعشرين. أما المنسترول فيز وهو يبدأ من اليوم الأول إلى اليوم السابع، إذن التيبيكال يكون 28 يوم للدورة الشهرية، تتوزع كما شفنا من اليوم الأول إلى اليوم السابع. المنسترول فيز من اليوم الثامن إلى اليوم الثالث عشر، الفيرتيكولار فيز الطور الجرابي، في اليوم الرابع عشر تكون هنا يوم الإباضة أو يوم التخصيب،
ومن الخامس عشر اليوتيل فيز. الدورة الشهرية يتغير فيها إفراز الهرمونات وكذلك مستويات هذه الهرمونات المفرزة في هذه الأيام. Influenced by hormonal relationship among the hypothalamus اللي هي علاقة تربط الهايبوثالاماس مع الانتيريور بيتويتري جلاند مع الأوفري. وهنا بنلاحظ أنه الهايبوثالاماس يفرز هرمون غونادوتروبين. غونادوتروبين يحفز الانتيريور بيتويتري جلاند على إفراز الفوليكولار ستيميليتنج هرمون واليوتيل هرمون. مستويات أو معدلات الهرمونات تزيد وتقل خلال الأطوار اللي ذكرناها للدورة الشهرية. طيب من موانع الحمل المستخدمة الأورال كومباينيشن كونتراسيبتيفز أو يسموه الكومبايند أورال كونتراسيبتيفز. موانع الحمل المركبة، معظم الأورال كونتراسيبتيفز بتحتوي على واحد من الثلاث أنواع من الأستروجين، إما أن يتنايل إسترادايول ونختصره بالإي إي، هذا عنده pharmacological activity. الميسترانول بيتحول في الليفر الى الإيثينايل استراديول EEE. من الاستروجين، من وين الحمل من الاستروجين؟ الاسترادايول فاليريت بيتم استقلابه الى الاسترادايول and فاليريك اسيد. هذا الاستروجين اللي هو الهرمونات الانثوية، اما ان تكون استروجين او تكون ايش بروجستين. ثلاثة أنواع من الأستروجين ذكرناها. أما بالنسبة للبروجستين، البروجستين بيتضمن نور إيثندرون أسيتات، إيثينودايول داي أسيتات، ونور جستريل. أو يكون كذلك من البروجستينز الهرمونات الأنثوية ليفونور جستريل، ديزو جستريل، نور جستينات، دروس بايرانون، و أيكون دينوجيست. هنا الهرمونات هذه توصف بأنها نور إيثندرون، نور جستينيت، دروس بايرينون، توصف على أنها اللور أنتيجينيسيتي، تكون سايد إفكس بالنسبة لهذه الثلاث الهرمونات من البروجستينز قليلة. أما بالنسبة للنورجستريل والليفونورجستريل توصف على أنها عندها هير انتيجينيسيتي، اللي تظهر معها الاكني فولغاريس، يظهر معها نوزيا والفوميتنج، يظهر معها الدبريشن، يظهر معها بعض الاثار الجانبيه. الاورال كومباينيشن كونتراسيبتيس عنده ميكانيزم اوف اكشن، البرايمري ميكانيزم اوف اكشن بيعمل على بريفنتنج البريجنسي ثرو انهيبيشن الاوفيوليشن، تثبيط الاباضه بمنع افراز الهرمونات الانثويه اللي هو فوليكولار هرمون اليوتيل هرمون. استروجين كومبوننت كومباينيشن اورال كونتراسيبتيفز موست اكتيف ان انهيبيتنج الفيرتيكولار ستيميليتنج هرمون ريليز، يعني تثبيط الاباضه لتثبيط افراز هرمونات الاف اس اتش والال اتش. الاستروجين في الجرعات العاليه الاستروجينز بيسبب انهيبيشن للوتلايزنج هرمون ريليز في الهاي دوزز. بالنسبة لللو دوز من البروجستين بيسبب سبريشن لليوتلايزنج هرمون. يبقى الكونتراسيبتيف او الكومباينيشن كونتراسيبتيف مكون من واحد من الاستروجين، واحد من الاستروجينز اللي ذكرناهم الثلاثة، وكذلك واحد من البروجستين. هذا الكومباينيشن. الميكانيزم للاورال كومباينيشن كونتراسيبتيف ريديوس penetration of the egg by sperm، يعني انها بتقلل من اختراق الاسبرم للايج. كذلك reduced implantation of fertilized egg، اذا حصل اختراق بتقلل من انغراس او انغراز الايج المخصبة، البويضات المخصبة في الاندوميتريوم في بطانة الرحم. كذلك واحدة من الميكانيزم اوف اكشن للاورال كونتراسيبتيف كومباينيشن الثيكنينج اوف سيرفيكال ميوكاس تو بريفنت سبيرم بنتريشن، يعني الميوكاس هذا بتزيد الكثافة او بتزيد الغلاظة، الثيكنينج للسيرفيكال ميوكاس، معدل اللزوجة، مما تؤدي الى ايش؟ الى صعوبة الترانزيشن، حركة الاسبيرم واختراقه للبويضة.
كذلك واحدة من الميكانيزم اللي بتعمل على تأخير الترانسبورت للسبيرم نال كونتراسيبتيف بينيفيتس. بالإضافة إلى أن الكونتراسيبتيف بتمنع بتعمل على البرفينتنج حمل، كذلك عندها فوائد وعندها منافع أخرى، منها بتعمل على تقليل احتمالية الإصابة أو مخاطر الإصابة بسرطان بطانات الرحم، كذلك سرطان المبيض، بتعمل على تحسين وتنظيم الدورة والتخفيف من مخاطر حدوث الأنيميا، تقلل من فترة الدورة الشهرية، بتقلل من البليدينج أو بتخفف من حدوث مخاطر الأنيميا. كذلك من منافع البنفيت للكومبينيشن أورال كونتراسيبتيف ريليف فروم سيمتومز أسوشيتد ويث بريمنسترول ديسفوريك ديسوردر، يحصل متلازمة بيزيد في الاكتئاب عند المرأة قبل الطمث، هنا بيعمل على تخفيف الأورال كونتراسيبتيف كومبينيشن. كذلك من البنفيتس للأورال كونتراسيبتيف ريليف للبيناين ديزيز، تقلل وتخفف من حدوث أمراض الثدي الحميدة. كذلك من البنفيت لها بريفنشن لأوفيريان سيست، إذا ريدكشن أوفيريان كانسر وكذلك ريدكشن لأوفيريان سيست التكيسات المبيض تخفف منها. ديكريز ان سيمتومز ريليتد اوف اندوميتريوزيس، اندوميتريوزيس هو عبارة عن الجروث للتيشوز اوف اندوميتريوم مما يؤدي إلى حدوث البلفيك بين، improvement in acne control ليحسن من السيطرة على حدوث الأكن، وذلك باستخدام الأورال كونتراسيبتيف. له منافع وله مخاطر كذلك، ما هي المخاطر المحتملة عند استخدام الكومباينيشن أورال كونتراسيبتيف عند المرأة لمنع الحمل؟ واحدة من المخاطر التي تتعلق بالعدوى المنتقلة، العدوى المنتقلة عن طريق الجنس أو الاتصال الجنسي. كذلك من المخاطر الكارديوفاسكولار ايفنتس اند هايبرتنشن، حدوث ارتفاع في ضغط الدم ومشاكل في الجهاز القلبي الوعائي، منها الاسكيميك هارت ديزيز ومنها الكوروناري ارتري ديزيز، فينس ثرومبوليزم، حدوث الجلطات الوريدية. من المخاطر التي تحدث من استخدام الأورال كومبينيشن أورال كونتراسيبتيف الجول بلادر ديزيز، خاصة مع اللو دوز استروجين كونتيننج، هيباتيك تيومرز، وخاصة عند الاستخدام الطويل، الاستخدام لفترة طويلة للهاي دوز من الكومبينيشن أورال كونتراسيبتيف، سيرفيكال كانسر، وخاصة بين المستخدمين لفترات زمنية طويلة بيحدث مشاكل لسرطان عنق الرحم. نتطرق إلى الكونترا إنديكيشنز لاستخدام الأورال كومبينيشن أورال كونتراسيبتيف، ونذكر بشكل محدد الأبسوليوت كونترا إنديكيشن اللي هو موانع الاستخدام المطلقة، يعني بتاتا لا يستخدم مع هذه الحالات الأورال كومبينيشن أورال كونتراسيبتيف. لا يستخدم الأورال كونتراسيبتيف مع المرأة اللي عندها هيستوري أوف ثرومبوليك ديزيز، يعني حدث لها من قبل جلطات أو جلطة دموية، كذلك المرأة اللي عندها حدث لها من قبل ستروك أو كارنت سيريبرو فاسكولار ديزيز، كذلك المرأة اللي حدث لها أو عندها حاليا مشاكل في الشريان التاجي أو عندها الإسكيميك هارت ديزيز، أو المرأة اللي عندها كارسينوما في البريس سواء كان معروف أو كان suspected يعني مشكوك فيه أو متوقع أن يكون عندها كارسينوما، كذلك المرأة اللي يكون عندها نيوبلازم undiagnosed abnormal uterine bleeding vaginal or uterine bleeding سواء كان نزيف مهبلي أو نزيف في اليوتراين، البريجنانسي أو تكون متوقع أن تكون حامل، كذلك المرأة المدخنة، ونقول الهيفي سموكينج اللي بتدخن في اليوم 15 سيجارة أو أكثر في اليوم، كذلك المرأة اللي يكون عمرها 35 عام أو أكثر يعتبر absolute contraindication استخدام الأورال كونتراسيبتيف، المرأة اللي عندها هيستري للهيباتيك تيومرز سواء كان بيناين حميد أو رام
أو سرطانات حميدة أو أورام خبيثة. الأكتيف ليفر ديسيز أي أمراض في الكبد. الميجرين هيديكس صداع النصفي وخاصة اللي هو يكون صداع مع الهالة. البوست بارتم يمنع إطلاقا استخدام الأورال كونتراسيبتيف بعد الولادة وخاصة في خلال 21 أو 3 الأسابيع الأولى أو خلال 6 الأسابيع اللي هو 42 يوم للمرأة اللي عندها additional risk factors عوامل خطورة إضافية. وعلى عوامل الخطورة الإضافية نعرفها أنه امرأة عندها thromboembolism أو يكون عمرها 35 سنة أو أكثر. كذلك الaddition risk factors للمرأة اللي يمنع استخدام الأورال كونتراسيبتيف بعد الولادة بستة أسابيع اللي عندها history للبريفيوس venous thromboembolism اللي حصل لها من قبل pre-eclampsia اللي هو pre-eclampsia اللي هو ارتفاع الضغط ما قبل الولادة ووجود البروتين في اليورين. المرأة كذلك اللي عملت عملية سيزيريان سيكشن ولدت بعملية قيصرية. المرأة اللي كذلك تكون أوبيس اللي هو تكون وزنها زائد أو تكون مدخنة هذا بيسموه إن عندها عوامل خطورة إضافية فيمنع استخدام الأورال كونتراسيبتيف خلال 42 يوم بعد الولادة. كيف نعمل على معالجة الأدفيرس إفكس الآثار الجانبية الآثار السلبية لاستخدام الأورال كونتراسيبتيف؟ كيف بندير هذه الآثار السلبية؟ أولا ما هي الآثار السلبية؟ الآثار السلبية التي تحدث نتيجة لاستخدام الأورال كونتراسيبتيف يكون عندنا سبوتينج أو بليدينج before finishing active pills. في عندنا الموانع الاستخدام في الشريط بيكون عندنا حبوب يسموها بالاكتف بيلز اللي هي الحبوب او الاقراص النشطة اللي عادة ما تكون 21 قرص وتستخدم ل 21 يوم ومن ثم بيجي عندنا تقريبا حوالي 7 اقراص يسموها بالبلاسيبو بيلز او البلاسيبو تابلس الاقراص الوهمية او الاقراص الكاذبة تستخدم في بعد 21 يوم. إذا هنا جاء للمرأة هذه أثناء ما تستخدم الأكتف بيلز حدث لها بليدنج والسبب السبب يكون insufficient بروجستين يعني إن كمية البروجستين في هذا في هذه الحبة غير كافية وبالتالي الأدجستمنت أو المعالجة نستخدم المونوفيزيك مع زيادة البروجستين لأن البروجستين بيكون ناقص أو الترايفيزيك with increase البروجستين. طيب ما هو المونوفيزيك وما هو الترايفيزيك؟ المونوفيزيك هو إن في الشريط واحد أو البكت الواحد كمية أو الأماونت of استروجين والبروجستين تكون constant بمعنى إنه إذا كانت جرعة الاستروجين في القرص بتكون ايش خلال 21 يوم تكون نسبة البروجستين الاستروجين والبروجستين تكون ثابتة معناته انه ما يتغيرش كل اسبوع او كل في السبع الايام الاولى في السبع الايام الثانية في السبع الايام الثالثة هذا المونوفيزيك. اذا constant amount of استروجين and بروجستين في البكت الواحد. اما الترايفيزيك في عندنا variable amount من البروجستين والاستروجين بمعنى انه كمية البروجستين والاستروجين في السبع الايام الاولى بتختلف عن السبع الايام الثانية بتختلف عن السبع الايام الثالثة يبقى بتتغير نسبة البروجستين والاستروجين خلال الايام الواحد والعشرين اللي يستخدم فيها الكونتراسيبتيف. هذا المونوفيزيك والترايفيزيك. طيب من الادفيرس افكتس اذا البليدنج والبليدنج اما ان يكون بيفور والسبب هو الانسفشنت بروجستين او ان يكون البليدنج افتر منسيس يحدث بليدنج بعد فتره الدوره الشهريه وهذا كذلك ما يكونش البروجستين يكون انسفشنت اماونت للاستروجين وبالتالي الحل هو ان احنا نزيد كميه نشوف ما هو
المركبات او الكونتراسيبتيف اللي يكون فيها كميه الاستروجين اكثر اذا حدث بليدنج بعد فتره الدوره الشهريه. او يكون نستخدم الترايفيزيك اللي هو مثلا نستخدم اقراص حمل تكون فيها الاستروجين كميه الاستروجين في الاسبوع الاول اللي هي 7 من اليوم الاول الى الثاني بيختلف عن الاسبوع الثاني بيختلف عن الاسبوع الثالث كميه او الاماونت اوف استروجين والبروجستين. الادفيرس افكس الثالث كذلك بيحدث بليدنج نزيف ولكن في نصف الدوره الشهريه الميد سايكل للبليدنج، وهذا يكون صعب ان احنا نحدد ما هو السبب، وبالتالي بنعمل على زياده الاستروجين والبروجستين على حد سواء. كذلك من الادفيرس افكس رقم 4 increased break out bleeding in general، يعني بتزيد معدل النزيف بشكل عام سواء كان في قبل او بعد او اثناء، وهذا يعتبر insufficient الاستروجين، والحل ان احنا نزيد كمية الاستروجين او نستخدم الترايفيزيك فورميليشن. كذلك من المشاكل التي تحدث او من الاثار السيئة الاثار الجانبية التي تحدث من استخدام الاورال كونتراسيبتيف كومباينيشن بيظهر عند بعض النساء الاكل اللي هو حب الشباب، او بيظهر البري منوبوزال داي فورسيك ديس اوردرز اضطراب ما قبل الطمث الاكتئابي يسموه، او يظهر عند بعض النساء كذلك هيرسوتيزم. هيرسوتيزم اللي هو ظهور الشعر او نمو الشعر عند المراه اللي تستخدم كونتراسيبتيف، والسبب هو البروجستين ويث هاير اندروجينيسيتي مثل ما ذكرنا اللي هو النورجستير والليفونورجستير عنده هاير اندروجينيسيتي، يعني عنده خاصيه اكثر اندروجينيه ذكرويه، وبالتالي الحل ان احنا بنستخدم اللو اندروجينيسيتي بروجستين اللي هي نورجستيميت او نور اثندرون او الدروسبايرينون دروسبايرينون. كذلك من السايد افكس او الفيس افكس اللي تحدث النوزيا والفومتنج، وهذه مرتبط مع استخدام الاستروجين، وبالتالي تؤخذ اما عند النوم البيت تايم او تؤخذ مع الطعام، او انه يتم تقليل نسبه او استخدام الكونتراسيبشن الكونتراسيبتيف مانع الحمل يكون عنده الاستروجين اقل، او ان احنا نحول المراه الى بروجستين اونلي برودكت فقط ما نستخدمش الاستروجين. النوزيا والفوميتنج عادة الأعراض بتختفي خلال الشهر إلى 3 أشهر من بدء استخدام الكونتراسيبتيف. كذلك بيكون عندنا من السايد افكس أو من الأدفيرس افكس كونستيبيشن بلوتينج وبنشن تطبل وانتفاخ، كذلك هذا راجع إلى البروجستين، وبالتالي ديكريز البروجستين أماونت في مانع الحمل. يستخدم نوع من انواع مانع الحمل يكون فيه نسبه البروجستين اقل. الهيدي كذلك واحد من الادفيرس افكس، ويجب ان احنا نقيم بشكل اساسي ما هو سبب الهيدي. اذا كان سبب الهيدي استخدام الاورال كونتراسيبتيف هذا مؤشر على احتماليه حدوث الاستروك، وبالتالي نعمل على مراقبه البلاد بريشر عند المراه هذه. من الحلول المقترحه لامراه بتستخدم في الكونتراسيبشن وظهر عندها صداع انه اما ان نمتنع او نتوقف عن استخدام الاورال كونتراسيبتيف، او نقلل من كميه الاستروجين، او نقلل من كميه البروجستين نستخدم برودكتس عندها كميه اقل من البروجستين، او اليمنيت بيل فري انترفال اذا كانت الصداع هذا بيحدث في ما بعد اليوم الـ21، يعني عندما نستخدم البلاسيبو او السبع الحبات الاخيره من الشريط، بالتالي نمتنع عن استخدام هذه الحبوب ونراقب هل انقطع الصداع او توقف الصداع. اذا توقف معناته انه المشكله في البلاسيبو فيس. كذلك من الادفيرس افكس اللي بتحدث عن استخدام الاورال كونتراسيبتيف ديكريز الليبيدو، يعني استخدام الكونتراسيبتيف يقلل من الشهوه الجنسيه، كذلك ديكريز من الفاجينال لوبريكانس بيحدث عندنا دراينس جفاف في الفاجينا، والسبب هو الانسفشنت استروجين، والحل هو انكريز الاستروجين او استخدام الفاجينا الهرمون رينج.
كذلك من الادفيرس افكتس اللي بتحدث ديسليبيديميا ان جنرال، وبالتالي السبب يكون للهاير اندروجينيسيتي. اذا نحول المراه على موانع حمل او حبوب منع الحمل يكون فيها النورجستيميت والنور اثندرون او الدروسبيرينون، واحدة من مكوناتها من البروجستين، لأنه يكون السبب هو الهاير اندروجينيستي المستخدم من البروجستين. تريجليسرايد عندما يكون معدل الجليسيديدات الثلاثية 350 ملي جرام بير ديسيليت، وهذا يعود أو السبب هو مرتبط باستخدام الاستروجين، وبالتالي الحل هو تقليل الاستروجين أو تحويل المرأة إلى مانع حمل فقط فيه البروجستين واللي هو البروجستين اونلي برودكت. مستالجيا وبيرجع الى استخدام الاستروجين وبالتالي تقليل الاستروجين او تحويل المراه الى البروجستين اونلي. الويت جين واحده من الادفيرس افكتس او الفلويد ريتينشن، والسبب هو انه يكون كميه الاستروجين كبيرة والبروجستين قد ربما يكون مستخدم اللي هو النوع الهاير اندروجينيسيتي نورجستري والليفر نورجستري، وبالتالي نقلل من كمية الاستروجين، هذا هو الحل. او يستخدم النوع اللي يكون فيه البروجستين، نوع البروجستين هو النورجستنيت او دروسبيرينون او النور اثندرون اللي هو ما فيش عنده السايد افكتس هذه الويت جين والفلويد ريتينشن مع هذه الانواع من البروجستين. الفيجوال جينج ديستربنس كونتاكت لينسز والمتعلق باستخدام الاستروجين، وبالتالي يوز سلاين اي دروبس اذا لم تحل المشكله بالنسبه للعيون، تغير في الرؤيه يبقى يحول الى طبيب العيون. النوع الاول هو كومباينيشن اورال كونتراسيبتيف، النوع الثاني البروجستين اونلي بيلز تحتوي فقط على البروجستين، وهذا النوع من الكونتراسيبتيف الاورال كونتراسيبتيف يعتبر بديل للكومباينيشن اورال كونتراسيبتيف لانه يحتوي فقط على البروجستين، واحد من البروجستين من انواع البروجستين، وهذا له مميزات رغم انه أقل فعالية من الكومبايند أورال كونتراسيبتيفز، لكن عنده بعض الأدفانتيز منها أنه يعتبر ليس ثرومبو إمبوليك ريسك، خطورة تكون الجلطات خاصة في الفينوس تكون أقل مع البروجستين أونلي أورال كونتراسيبتيفز، كذلك مينيمايز ميسيس يقلل من فترة الدورة أو الحيض بعد استخدامه لمدة 6 إلى 9 أشهر. كذلك من مميزات البروجستين أونلي بيلز أنه يعتبر آمن لاستخدام المرضعات، لاستخدام عند المرضعات. النوع الثالث من الكونتراسيبتيفز اليونيك أورال كونتراسيبتيفز، ويونيك يعني أنه بيستخدم لحالات أو يقلل من آثار جانبية. النوع الأول نور إثندرون اللي هو نوع من أنواع البروجستين وقلنا قليل الآثار الجانبية مع الإثينايل استراديول أس كومبينيشن، وهو يعتبر عنده آثار جانبية أقل، فمثلا تقل معه النوزيا، تقل معه الشعور بالآلام في البريست، تقل معه كذلك الهيديك والمينورجيا والأنيميا لأنه بيقلل فترة المينسيس. هذا النوع من أنواع الكونتراسيبتيفز بدل ما كان 21 أكتف بل الآن 24 كومباينيشن هرمونز، كومباينيشن من النور إثندرون مع الإثينايل استراديول 24 أكتف بلز زائد 2 الاستروجين 2 تابلس من الاستروجين أونلي و 2 بلاسيبو اللي هو الايرون او الحديد الاف اي. النوع الثاني من اليونيك ليفونورجستري مع الايثينايل استراديول، وهذا المونوفيزيك، وبعد كده شرحنا المونوفيزيك هو
نسبة أو amount constant amount من الأستروجين مع البروجستين خلال الثلاث الأسابيع اللي هو 21 يوم. ولكن هذا النوع من أنواع الأورال كونتراسيبتيفز يسمى extended cycle pills، يستخدم لمدة 91 يوم، منه 84 active tablets و 7 placebo. يعني وهذا من مميزاته انه يستخدم لفترة طويلة دون فاصل، تعتبر المنسترال سايكل اربع فقط في السنة، دورة في كل ثلاثة اشهر، دورة في كل ثلاثة اشهر. بريفيرد يفضل وخاصة عند النساء اللي عندها higher risk للانيميا، لانه فترة البليدنج بتقل. كذلك الامبروفد سام سايد افكتس لايك انزايتي والهيديك فلويد ريتنشن ديسمينوريا وستندر بلوتينج اند مستوال ميجرينز، بتقل هذه الاثار الجانبيه او الادفيرس افكتس، الاثار السلبيه للاورال كونتراسيبتس مع استخدام الليفونوربستريد مع الايثينايل استرادايول. هذا كونترا اكس مايكروجينون، وهذا مايكروجينون برضو، وهذا بوستينور ليفونوربستريل 75 تو تابلس. هذا نوع من انواع الكونتراسيبتس يسمى بالإمرجنسي كونتراسيبتس تو تابلس فقط، يستخدم لمنع الحمل بعد السيكشوال انتركورس، بعد الاتصال الجنسي، وذلك بدون وجود اي وسيله لمنع الحمل بعد حصول الانتركورس يستخدم تو تابلس. هو عبارة عن ليفونوربستريل مع إثنايل استرادايول، ريريجول إثنايل استرادايول مع ليفونوربستريل. كذلك في أنواع من اليونيك كونتراسيبتيفز موانع الحمل الفموية الفريدة، أنجليك، تورا، وردة، ياسمين، هذه كلها كومباينيشن من الدروسبيرينون، وهو عبارة عن سبيرونون أنالوج يشابه السبيرونون، وعنده تأثير على الصوديوم والووتر بالانس ان بودي، يعني بيقلل من الأثر السلبي اللي هو الووتر ريتينشن. يستخدم كذلك في حالة الهايبرتينشن، امرأة عندها هايبرتينشن وبتستخدم وتريد ان تستخدم كونتراسيبتيف، يعتبر مناسب لها مثل هذه الأنواع من الكونتراسيبتيف. عنده خاصية الأنتي أندروجينيك، يعني بيقلل من الآثار مثل الاكني، وعنده انتي مينرال كورتيكويدز اكتيفيتي اللي هو بيقلل من الصوديوم والووتر ريتينشن. سافيرال واحد من هذه اللي عندها الكومبينيشن الدروسبيرينون مع الايثينال استرادايول. البيس والسافيرال كومبينيشن تابلس كونتيننج دروسبيرينون والايثينال استرادايول. كذلك عنده مكون ثالث اللي هو الفوليك اسيد، ويستخدم في الأيام الأخيرة، في 7 days الأخيرة، فوليك أسيد، أنديليا، دورا، ياسمين، ووردة. كذلك في أنواع من اليونيك أورال كونتراسيبتيف الياز، وبيز، أورثو، ترايسايكلين، اللي هو المكون لهم البروجستين، نورجستينيت مع الإيثينال استرادايول، والإستروستيت مع الأيون، نور إثندرون أسيتات مع الإثنايل استرادايول. يستخدم هذا النوع من الأورال كونتراسيبتيفز لتريتمنت أوف مودريت أكني فولغاريس إن فيميلز أب 15 years of age or older desiring contraception، يعني بيقلل من الآثار السلبية للأورال كونتراسيبتيفز الأكني فولغاريس حب الشباب. نوفينيت، ريجولون، المكون لهم كيزوجستريل مع الإيثينايل استرادايول. إذا 21 حبة فيها كيزوجستريل مع الإيثينايل استرادايول، حبتين بلاسيبو، وخمس حبات فقط 10 ميكروغرام الإيثينايل استرادايول. نوفينيت مينيمايزنج بليدينج الديوريشن، استخدم لي النساء اللي عندهم هاي ريسك لحدوث الانيميا. كذلك كونسلتيشن تو كومبليت ذا انتاير باك، لانه الخمس الحبات الاخيره فيها 10 مايكروغرام من الايثينايل استرادايول. نوع اخر من الكونتراسيبتس
وهو نن أورال هرمونال كونتراسيبتيفز، يعني موانع الحمل غير الفموية. ثلاثة أنواع: الترانسديرمال والترانسفاجينال والإنجكتبل بريبريشنز، يعني تحت الجلد وداخل المهبل، وكذلك إنجكشنز الحقن. هي أفيلابل وسيلة لمنع الحمل آمنة وفعالة، وكذلك لا تحتاج للتعاطي اليومي مثل ما يحصل في الأورال هرمونال كونتراسيبتيفز، making them more convenient than the pill formulation. يبقى عندها ثلاث خواص: نن أورال هرمونال كونتراسيبتيفز، أنها آمنة وفعالة ولا تستخدم بشكل يومي. And commonly seen drug interactions with combined oral contraceptives، يعني التداخلات الدوائية التي تحدث مع موانع الحمل الفموية المركبة أو اللي بتحتوي على الاستروجين والبروجستين. الميديكيشن anticonvulsants بتتداخل مع الأورال كونتراسيبتيفز وبتسبب زيادة الميتابوليزم للأورال كونتراسيبتيفز، وزيادة الميتابوليزم بيعني decrease الإفكاسي للكومبايند أورال كونتراسيبتيفز. بيسبب inhibition للأكسيديتيف ميتابوليزم، ومما يزيد من السايد إفكس للبنزوديازيدينز، الكورتيكوستيرويدز، هيدروكورتيزون والميثايل بريدنيزولون والبريدنيزون. الأورال كونتراسيبتيف بتسبب inhibition للميتابوليزم للكورتيكوستيرويدز، بتزيد من الآثار الجانبية للكورتيكوستيرويد. لاموتريجين الميكانيزم له إنه combined oral contraceptives increases metabolism للاموتريجين، ويعمل على تقليل فعالية اللاموتريجين، وبالتالي محتاجين لزيادة الجرعة في حال استخدمنا اللاموتريجين لمعالجة الإبليبسين. الصرع البنسلينز وتداخلاته مع الأورال كونتراسيبتس يعمل على تقليل الإفكاسي للكونتراسيبتس، يعني يزيد الميتابوليزم للأورال كونتراسيبتس. النيوكليوسايدز ريسيرز ترانسكريبتيز إنهيبيترز، وهي مستخدمة في معالجة الفيرال إنفكشن. إنكريز الميتابوليزم، هذه الأدوية بتزيد الميتابوليزم للأورال كونتراسيبتس، يعني بتقلل فعاليتها. البروتيز إنهيبيترز بتعمل على زيادة أو تقليل الميتابوليزم للأورال كونتراسيبتس، وبالتالي بتعمل على ديكريز الإفكاسي للكومبايند أورال كونتراسيبتس، وبتزيد من السايد إفكس لها. ريفامبيسين، ريفابيوتين بتزيد من الميتابوليزم للأورال كونتراسيبتس، يعني بتقلل من فعالية الكومبينيشن أورال كونتراسيبتس، وبالتالي محتاج المرأة لاستخدام وسيلة أخرى للحماية أو منع الحمل. سيليجين والثايوفيلين كذلك الأورال كونتراسيبتس ديكريز الميتابوليزم للسيليجين، وبالتالي بيزيد السايد إفكس للسيليجين. الثايوفيلين بيزيد السايد إفكس لاستخدامه مع الأورال كونتراسيبتس، تزيد السايد إفكس الآثار الجانبية للثايوفيلين. فيما يتعلق بنوع من أنواع الكونتراسيبتس اللي يسمى بلونج أكتينج ريفيرسيبل كونتراسيبتس، يعني وسيلة منع الحمل فعاليتها لفترة طويلة، اللي هو غير الأورال كونتراسيبتس، بتكون مددها تتراوح بين 3 إلى 10 سنين. منها ميرينا، ومكون من ليفونورجسترين. الدوزيج فورم له بيعطى اس انترا يوتيراين ديفايس، جهاز داخل الرحم، والدوريشن له الى حد 5 سنوات يمنع على منع يعمل على منع الحمل. سكايلا ليفون اورجستريت كذلك، ومدته تصل الى 3 سنوات كمنع للحمل، كمانع للحمل. باراجراد الاكتيف انجريدينت الكوبر انترايترين ديفايس، تصل الى 10 سنوات الديوريشن اوف اكشن فور ذيس ميثود. امبلانون يتكون من الايتوميرجستريل، دوزج فورم له امبلانتبل ديفايس اللي يسموها بالغرزة او الغرزة، وفعاليتها تصل الى 3 سنين. ميكس بلانون
كذلك يوتروجستريل امبلانتبل ديفايس اللي هو قرزة وإلى حد 3 سنين فعالية هذه الوسيلة. نيكسبلانون يوتروجستريل يعتبر يزيد استخدامه لأنه مرة واحدة وفعاليته ل3 سنين highly أو نعم تصل إلى 3 سنين highly effective فعالية عالية وكذلك quickly reversible contraceptive method يعني وسيلة سريعة لمنع الحمل. كذلك يعتبر مناسب للنساء اللي عندهم hypertension وعندهم increase من استخدام combined oral contraceptives as adverse effects or side effects. Non-pharmacological contraceptives method طرق منع الحمل غير العلاجية وسائل منها الكندومز اللي هو الواقي سواء كان الواقي الذكري أو الواقي الأنثوي وباستخدام كذلك الديافرام with spermicides أو مادة قاتلة للحيوانات المنوية. في عندنا ابسوليوت كونترا انديكيشن لكل وسيله من الوسائل ولكل وسيله مميزاتها وعيوبها وهذه نسبه فشل استخدام هذه الوسيله يعني نسبه وقوع الحمل مع استخدام هذه الوسيله خلال السنه الاولى من الاستخدام. فمثلا عندنا الكندمس الواقي الذكري واحده من الابسوليوت كونترا انديكيشن موانع الاستخدام المطلقه هو حصول الالرجي للمادة المكون منها أو للربر. الأدفانتج المميزات أنه رخيص وكذلك يعتبر sexually transmitted disease protection واقي من انتقال الأمراض المعدية عن طريق الاتصال الجنسي منها كذلك الـ HIV. أما بالنسبة للـ disadvantages فيعتبر high user failure rate يعني نسبة أو معدل الفشل بسبب المستخدم تعتبر عالية يعني إذا كان مستخدم بيرفكت تصل نسبة الإفكاسي له إلى 99 نسبة الفعالية هذا الكامل إلى 99%. أما إذا كان التيبيكال يوز نسبة الفشل تصل إلى 8% بينما هنا الفعالية تصل إلى 99% يعني نسبة الفشل حوالي 1% فقط. السيرفيكال كاب للفيميل كاب السبرميسايد ألون يعني جل قاتل للحيوانات المنوية السبونج عبارة عن اسفنجي اللي هي وسيلة اسفنجية تستخدم لمنع الحمل ولكل واحدة مميزاتها وعيوبها. أخيرا الإميرجنسي كونتراسيبشن يعني إذا حصل اتصال جنسي وفي حال عدم استخدام أي وسيلة من وسائل منع الحمل فهناك ما يسمى بمنع الحمل أو مانع الحمل الطارئ المستعجل يعني بعد حصول الاتصال الجنسي. وهناك عدة برودكتس منها البلان بي وان ستيب نيكست تشويس الوان دوز الماي واي ليبونورجستريل والإيلا. الأكتف إنجريدينت في معظمهم ليبونورجستريل أما بالنسبة للإيلا وهو الوحيد الذي يصرف بوصفة طبية with prescription أما الأربع الأنواع هذا لا يصرفوا over the counter OTC بدون وصفة طبية. طبعا معظمهم بيكون فعاليتهم خلال 72 ساعة من unprotected sex يعني بعد وقوع الاتصال الجنسي بثلاثة أيام أو خلال 72 ساعة بعد الاتصال الجنسي تعتبر وسيلة فعالة لمنع الحمل. بالنسبة للإيلا اللي هو البريستال الأسيتيت يعطي فترته بعد حصول أو بعد وقوع الاتصال الجنسي بفترة أطول تقريبا بحوالي 5 أيام من حدوث الاتصال الجنسي يعتبر فعال استخدام الإيلا ولكن بوصفة طبية. الموجود عندنا هنا حاليا في السوق بوستينور تو تابلت ليفونورجستريل يعتبر للإمرجنسي ليفونورجستريل
واحد ونص ميلي جرام، في بعض البرودكتس عبارة عن 0.75 ميلي جرام، وتأخذ 2 تابلت مع بعض. كذلك موجود ساندرا 2 تابلت ليفونوربستريل 6 ميلي جرام، تقريبا نسبة كبيرة جدا 6 ميلي جرام، والكونسترول 3 ميلي جرام، يعتبر emergency contraception وموجود في السوق. كذلك النوع الثالث اللي هو الكونترا اكس، الكونترا اكس موجود 2 تابلس وموجود 4 تابلس، ولكن كله 0.75 ملي جرام من الليفونورجستريل، فتأخذ 2 تابلت مع بعض من اجل يكون 1.5 ملي جرام من الليفونورجستريل، يعتبر افكتيف لمنع الحمل بعد حدوث الاتصال الجنسي الامرجنسي كونتراسبشن. بهذا السلايد يكون قد استوفينا محاضرة الكونتراسبشن. نستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.